يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يستدل بعض الناس بتوسل الصحابة بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن هذا توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة توسل بالدعاء المغالطات ما نبيها، توسل بالدعاء قم يا عباس فادعو، ما قال نتوسل إليك بجاه العباس، قال قم يا عباس فادعو، توسلوا بدعائه. لكن إذا عميت البصائر أو كغلب الجهل جاءت المصائب في مثل هذا. نعم.